وحنشوفه. يلا نسمع التسجيل هذا ونرجع للتعليق عليه. ايوه زي اوكي طلع مثلا شوي من المكتب هذا اللي مش المكتب الثاني برا ترى نيجي فوق راسك الطيران خلاص حتى انا والله خلاص ما عادش ياثروا علي من الطيران وش انا يجوك مني الاجتماع في جرة الاجتماع والله تعبت تعبت منهم يا راجل ما عاد حد يتحمل بيخدم والله العظيم لا لا واضح واضح خلاص حتى ني اللي شيء جابر وخلاص جابر زاده جابر ابو خماده جابر زيف جابر لمبشن واحد كويس انت تعاونت ما في هذا لان ما فيش حد لا ماشي كويس فيه نشتغل في هذه الشغلانه كويس ثلاث ايه كويس لا كيف بنديره كيف كنا احنا بدنا لكن نمره اللي تخدم فيه انت من ناحيه اجتماعيه بها اللي قدمه في البرامج اليوم جبت انا لكن ما اعرف ما يديروا شيء هل سواء في الليبيه سواء في الاخرى بريحونا راه بريحونا هل نديروا فيه خلاص الرسالة هذه ما عادش نبغى ندروها خلاص الاعلام مظبوط مظبوط ما عادش تجيب فائدة احنا ما نشتموا الناس ولا نبغى ندير واحد حتى اللي قال فينا كلمة الله يسامحه لا مش كويس لا 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 تو ما عادش تعبنا بلغنا احنا يجب ان الناس ناس ناس لا بلغوا الناس ضد انا خلي يوسف هذا كمحلل هيك ياخذ الاخبار ويحللها ماشي لكن الثانيين اي وقف هذا انت بالذات حمزه ما حمزه ناقص ولا تعب لا 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 عيب البنت هذه